انتظرت. عندك ايه الامر؟ حسن وبقلوز، كنا عايزين نعرف رايك ايه في المشاكل اللي كانت حصلت في الفيلم الفتره اللي فاتت. مشاكل بالنسبه لي لما كان في مشاكل انتاجيه في الفيلم الفتره اللي فاتت؟ لا ما كانش في مشاكل انتاجيه قوي، على قد ما كان بيبقى في ظروف حصل، يعني في ممثلين بيبقوا مثلا مرتبطين بالمسلسلات، هي كده. هي دي بس اللي كانت التعطيلات البسيطه يعني، بس الحمد لله ما كانش في مشاكل انتاجيه. بس انا عبد الله ايه يا حسن؟ لا يعني بص انا اقول لك الحاجه، مش عايز اتكلم قوي في الادوار اللي احنا هنخش نبص كمان شويه يعني. عرفنا كلنا نخش ان شاء الله يعني. لا يا ابني ايه اللي بيعمل دلوقتي؟ لا عشان بس خلاص قدرت أقوى موقع فني في مصر.